في بيجالاس هذه القرية العراقية النائية قرب الحدود الإيرانية لا تتوفر الكهرباء ويعيش أهلها معظم أوقاتهم في الظلام، لكن أحد أبنائها مهدي محمد لم يستطع العيش كذلك، وبدلا من ذلك توصل إلى مشروع بدائي لتوليد الكهرباء. هذه القرية ليس فيها كهرباء على الإطلاق، لذلك بدأت في إنشاء هذا المشروع الذي ينتج 4 أمبير تقريبا. يتكون هذا المشروع من أجزاء مختلفة مثل هذه الدلاء والدينامو وعدة أجزاء أخرى. يستخدم الرجل مجرى النهر لتشغيل عجلة مائية متصلة ببطارية ومحول، ويولد مشروع محمد ما يكفي لإضاءة منزله ومحيطه. عندما نفتح الماء للمشروع ويبدأ العمل، تنتقل الكهرباء عبر هذا السلك إلى البطارية هنا. يتم شحن البطارية، ومن خلال هذا الجهاز نقوم بتوزيع الكهرباء. محمد يصف نفسه بعاشق الإلكترونيات والميكانيكا، لكن هذا الشغف ليس هو مصدر عمله، إذ أنه يعمل في تجارة الفواكه والخضروات التي تنتجها قريته، إلا أنه يحلم أن تدعمه الحكومة العراقية كي يبني مشروعات أكبر توفر الكهرباء لقريته بالكامل حتى تنعم بالنور.